أكدت الحكومة أهمية الإسراع في تنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية كركيزة أساسية لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع نظيريه التنزاني والجنوب إفريقي في ختام فعاليات الاجتماع 12 لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تنزانيا. وخلال الاجتماع تم اعتماد تقرير الاجتماع 15 للجنة كبار المسؤولين في التجارة ومناقشة آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة بروتوكول الاستثمار واستعراض مقترحات عدد من الدول وعلى رأسها مصر بشأنه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، بينما تتجه نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي بسبب المخاوف حيال فائض المعروض العالمي وضعف الطلب الصيني. وارتفعت أيضا العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.31% ليصل إلى 75.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.32% مسجلا 70.95 دولار للبرميل. كما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.74 دولار للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 23% لتسجل 2.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله إن العراق يجدد دعمه لاتفاق أوبك بلس والتزامه بخفض النفط الطوعي. وأضاف الوزير أن قرار العراق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط. أغلقت بورصتا أبوظبي ودبي في الإمارات على انخفاض بعدما تلقت أسهم القطاعين الصناعي والمالي أكبر ضربة في ظل توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل. وتراجع مؤشر أبوظبي الرئيسي بنسبة 7.1% مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة، كما واصل مؤشر دبي الرئيسي تراجعه للجلسة السابعة على التوالي بخسارة 1.1% متأثرا بتراجع أسهم قطاعي البنوك والصناعة. وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسارة أسبوعية بلغت 1.5% و9.1% على الترتيب. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بفعل نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أقوى من المتوقع وانخفاض معدل البطالة، ما يشير إلى قوة سوق العمل ويقوض الأمل في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9%، كما انخفض المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 2.1%، وتراجع كذلك المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 42%. وإلى الأسواق الأسيوية، حيث سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف سبتمبر بعد هبوطه تحت وطأة تكهنات بشأن إنهاء وشيك لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي الياباني منذ نحو عقد. وأنهى نيكي التعاملات على تراجع بنسبة 1.68%، ما زاد من خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 3.36%. كما هبط المؤشر توبك الأوسع نطاقا بنسبة 1.5% و2.44% خلال الأسبوع. ومن بين 225 سهما مدرجة على نيكي تراجع 189 وزاد 34 سهما واستقر سهمان. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال في مرحلة حرجة. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، حيث قال شي إنه يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مواتية للاستهلاك والاستثمار.
人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。新冠肺炎疫情突如其来，现在已经波及。